في الشارع تمسك الإخوان وأتباعهم باعتصامهم في رابع العدوية وميدان النهضة، وباءت بالفشل محاولات عديدة لإقناعهم بإنهاء الاعتصام. ومع مرور الأيام تحولت منصة المعتصمين في رابع العدوية إلى منبر لإطلاق صرخات التخويف والتحريض. أيها الأخوة، ستكون الضربة القاضية. إن الأغبياء أدخلوا رقبتهم تحت المقصرة ولا بد أن ندوس الآن. خطاب التحريض والتهديد بالعنف كانت له إرهاصات عديدة، لعل من أولها ظهور الرايات السوداء لتنظيم القاعدة في قلب ميدان التحرير، فيما أطلق عليها وقتها جمعة قندهار في 2 نوفمبر عام 2011. في ذلك اليوم أبعد المشاركون في المظاهرة غيرهم من القوى عن واجهة الحدث، وأرادوا الانفراد بصدارته. كما رفع الإخوان عصا الترهيب لرافضي حكمهم في أحداث الاتحادية التي وقعت في ديسمبر عام 2012، بعدما احتشد المصريون أمام القصر الرئاسي احتجاجا على إعلان دستوري أراد به الإخوان لي ذراع الدولة. هتعترف ولا هيموتوك برا؟ ده انا طالع من العمارة وشغال اسأل الدكتور وجيه. ولا وجيه ولا عمر، هتمتع وتعترف ولا هيموتوك برا؟ يا عم العمارة احبس اللي جنب البنزين، ما انا شغال هنا. انا بقول لك مين ده فلوس؟ يا عم انا الساعة 5 بسلم الخدمة. اي ماليش دعوة بالكلام ده كله. ايه اللي جاب كلمة؟ يا ابن الحلال ده هم خدوني. المهم مين اللي اداك فلوس؟ تبع مين طيب؟ انا بس لو نكرت منك هيعدلوك. تبدت إحدى هذه الإرهاصات في الحصار الذي فرضه الإخوان ومن يدور في فلكهم على الرمز القضائي الأرفع في مصر، وهو مبنى المحكمة الدستورية العليا، في ديسمبر عام 2012. ولجأ هؤلاء إلى الأسلوب ذاته بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي في مارس عام 2013. وفي ذلك الشهر اعتدى الإخوان على مجموعة من النشطاء أرادوا الاعتصام أمام المقر الرئيسي لجماعتهم في المقطم، وهو المكان نفسه الذي شهد مقتل 12 متظاهرا حاولوا الاقتراب من المبنى يوم 30 يونيو، بينما كانت الأصوات ترتفع في ميدان التحرير مطالبة بإنهاء حكم الإخوان. أما مرسي نفسه فقد أظهر الاحتفاء بمن سبق تورطهم في جرائم الإرهاب، كدعوته بعض من حكم عليهم من القضاء وسجنوا لضلوعهم في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات إلى احتفال في استاد القاهرة في ذكرى الانتصار في حرب أكتوبر، بينما أفرج عن غيرهم ممن حكم عليهم في قضايا إرهاب شهيرة. ملامح مشهد احتضان المتطرفين كانت أكثر حدة حين ظهر مرسي في يناير 2013 مع رموز معروفة بتشددها في مؤتمر نصرة سوريا بالصالة المغطاة. مفردات التلويح بالعنف والمواجهة كانت حاضرة دوما في كلمات التيار المؤيد لمرسي وفي حضوره في بعض الأحيان، أما هو نفسه فقد لوح بذلك قبل يوم واحد فقط من قرار عزله في خطابه الشهير الذي عرف بعدها بخطاب الشرعية. أصبح عندنا مرجعية، أصبح عندنا شرعية. عبارات التحريض ظلت تنطلق عبر الأثير إلى العالم كله على مدار 48 يوما في اعتصام رابع العدوية. ذهبت هذه الكلمات إلى درجة إعلان انضمام جماعات جهادية وتنظيم القاعدة للمعتصمين، وصولا إلى إعلان تشكيل مجلس حرب بعد شهر واحد من بدء الاعتصام. تعهد وزارة الداخلية بعدم ملاحقة كافة المعتصمين. نحذر المعتصمين من القيام بأعمال عنف أو استخدام السلاح ضد القوات. عملية فض الاعتصام مراقبة ومصورة بشكل كامل. سيكون هناك خطوات تصعيدية لا يخفى
انطلقت إذن المساعي الرامية لإيجاد سبيل لإنهاء الاعتصام سلميا دون اللجوء إلى الحل الأصعب. وبدا واضحا أن هذا الأصعب بات الحل الوحيد. بعد فض اعتصامي رابع العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013 واجهت مصر موجة ثانية من العنف بعد الموجة التي أعقبت 30 يونيو، لكنها أخذت منحا مختلفا هذه المرة. فخلال أيام دفعت كنائس مصر ثمنا باهظا، إذ تعرضت للحرق والتخريب 16 كنيسة ومنشأة تابعة للكنيسة، كالكنائس المعمدانية والإنجيلية والأمير تادروس والآباء اليسوعيين وجمعية خلاص النفوس ودير العذراء والأنبا أبرام والكنيسة الرسولية الثالثة. وفي أسيوط أحرقت كنيستان، هما كنيسة الملاك ونهضة القداسة، بينما أحرقت ونهبت مطرانية ماري جرجس في سوهاج، وأضرمت النيران في 3 كنائس في الفيوم وكنيسة ماري جرجس في العريش. كما استهدفت تلك الأعمال المقر الأمنية ومؤسسات الدولة، فتعرض مقر الأمن الوطني في الشرقية للإحراق والتدمير، وكذلك جراج محافظة بني سويف والمجلس المحلي ونيابة محكمة بني سويف ومديرية القوى العاملة، فضلا عن اقتحام الديوان العام لمحافظة الجيزة. وهاجمت العناصر الإخوانية مراكز وأقسام الشرطة في محاولة لتكرار اقتحام الأقسام أثناء ثورة 25 يناير، وذلك من خلال حرق واقتحام أقسام حلوان والوراق ومدينة نصر أول ومغاغة وبندر بني سويف والوسطى. بيضربوا علينا حي وبيضربوا علينا كرتوشه كله، عايزين تجمع الاسم. أما مركزا شرطة كرداسة بالجيزة ومطاي بالمنيا فكان الهجوم عليهما أكثر دموية، إذ لم يكتفي من هاجموا مركز شرطة كرداسة بحرقه، بل قتلوا 11 ضابطاً بينهم المأمور ومثلوا بجثثهم. وفي المنيا قتلوا نائب مأمور مركز شرطة مطايا العقيد مصطفى العطار بعد أن منعوا عنه الإسعافات الطبية، ثم أقدموا على التمثيل بجثته. في أول يوم جمعة بعد فض الاعتصام استنفرت الجماعة الإرهابية أعضاءها في مختلف أنحاء الجمهورية للخروج في مسيرات بمختلف المحافظات، سرعان ما تحول بعضها إلى مظاهرات مسلحة. الله أكبر! الله أكبر! إحنا شباب الشرعية! إحنا شباب الشرعية! مش بنخاف من البلطجية! مش بنخاف من البلطجية! قادم قادم يا إسلام! قادم قادم يا إسلام! حاكم حاكم يا قرآن! حاكم حاكم يا قرآن! ووقع في ذلك اليوم ما عرف فيما بعد بأحداث رمسيس، حيث أحرق مقر شركة المقاولون العرب، وتحصن أنصار الإخوان بمسجد الفتح لتصعيب مهمة الأمن في التعامل معهم. لم تسلم المنشآت العامة ولا الممتلكات الخاصة من تلك الموجة كذلك. ففي الجيزة أضرم أنصار المعزول النيران في مبنى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وفي مدينة نصر أضرموا النيران في السيارات الموجودة بالشوارع الجانبية المتفرعة من ساحة رابعة العدوية، فضلاً عن حرق مقر وزارة المالية بشارع امتداد رمسيس انتهاءً بسرقتهم لسيارة نقل أموال أعلى كوبري أكتوبر بالمنطقة ذاتها. أظهرت أجهزة الدولة المصرية برغم الضربات المتتالية تماسكاً في مواجهة هذه الموجة من الأعمال الإرهابية التي كانت كما بدا مجرد حلقة في سلسلة أطول وأخطر، بعدما انتشرت عصابات الإرهاب في مناطق واسعة من العالم العربي.